فالحسابات هنا بقى دي مطروقه لمستر ريني فايلر. هو هيقرر ممكن يلجأ لمحمد عبد المنعم مثلا ويضيفه بجانب كهربا، ولا ممكن يكون كريم نيدفيد، هنشوف. بالاضافه للمهاجم اللي ربما النادي الاهلي يتعاقد معاه، لسه مش عارفين الجديد ايه في الجزئيه دي. لكن في كل الاحوال محمد عبد المنعم لاعب مبشر وجيد جدا في خط الدفاع، وعنده امكانيات هائله سواء بدنيا او فنيا. والنهارده كان عنده تدريبات استشفائيه عشان المباراه اللي لعبها، مباراه كبيره امبارح مع نادي الزمالك في قطاع الناشئين. نقرب المشهد بشكل اكبر ونروح لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي عشان يقول لنا كل الكواليس الخاصه بتدريبات اليوم. يا فاروق مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا امير وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان ومتابعي برنامج كلام في المدينه. اهلا بك يا فاروق، قول لنا كل الجديد وكواليسك من مران اليوم بالنسبه للفريق الاول. يعني خلينا نقول يا امير ان مران النادي الاهلي النهارده تحت شعار التركيز ثم التركيز لمشوار الدوري العام هذا الموسم ومشوار البطوله رقم 42 بمشيئه الله للنادي الاهلي. حاله من الجديه، حاله من التركيز بتفرض نفسها على لاعبي النادي الاهلي، الى جانب ارتفاع الروح المعنويه عند لاعبي النادي الاهلي خاصه بعد تحقيق الفوز في اللقاء الاخير على فريق بلاتينيوم في دوري المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا. ولكن عمليه الفصل يا امير زي ما انت عارف ان احنا في النادي الاهلي دايما بتفتح صفحه سريعا، بقفل الصفحه وابدا في صفحه ثانيه. طبعا فريق لاعبي النادي الاهلي قفلوا تماما عقد نهايه اللقاء، احتفل بالانتصار، ولكن بدا لاعبي النادي الاهلي التركيز لاستكمال مشوار الدوري مواجهه فريق نصر المقصه. النهارده المران يا امير انطلق في تمام الساعه 11 صباحا، يعني بدايه المران يعني 10 دقائق في منتصف الملعب. مستر ريني فايلر حديثه مع اللاعبين ومحاضره للاعبين في ارض الملعب من اجل المزيد من التركيز. وانت عارف يعني مستر ريني فايلر بيقسم كل مباراه، بيفصل كل مباراه عن الاخرى. اكيد كلامه دايما مع اللاعبين على كل مباراه واهميه مباراه مصر المقاصه واستكمال سلسله انتصارات النادي الاهلي في الدوري الممتاز. ثم انطلق المران عقب المحاضره الجزء الخاص بحراس المرمى مع مستر مايكل يانكون مدرب حراس المرمى، الى جانب الجزء البدني مع مستر توماس. خليني اقول لك على نقطه مهمه جدا يعني من خلال كلامنا حريص عليها مستر ريني فايلر، الناحيه البدنيه. امير انت شايف طريقه لعب النادي الاهلي والاسلوب اللعب اللي بيلعب بيه النادي الاهلي بالضغط العالي والضغط المرتفع من بدايه اللقاء بيحتاج نوعيه من اللاعبين على درجه عاليه من الناحيه البدنيه. ومستر ريني فايلر بيقول ان انا دايما في تدريباتي بحاول ادي الجزء البدني ان انا اعمل فيه توازن ما بينه وما بين الجزء الخططي، فده امر مهم جدا حريص عليه النادي الاهلي. خاصه يا امير انت عارف احنا كل ثلاث ايام او اربع ايام بتلعب مباراه، يعني بتحتاج تعمل الريكفري تدي جوانب خططيه، فدي من الامور جدا اللي حريص عليها مستر ريني فايلر. كان في جزء ثاني تخصصي يا امير، يعني برضه النهارده ديفيد سيزا المدرب العام للنادي الاهلي انفرد بصلاح محسن ووليد ادارو ومجدي قفشه، وكان في جزء تخصصي شويه على عمليه انهاء الهجمه، شكل انهاء الهجمه وعمليه استغلال الكرات الثابته، وكان بيجهدها النهارده بصوره كبيره جدا محمد مجدي قفشه، الى جانب ايضا محمود متولي. يعني محمود متولي النهارده بنشوفه في الكرات الثابته وفي تسديد الكرات الثابته، وايضا بيميل يعني بعض الامور الخرافيه طبعا مش هتطرق ليها يا امير زي ما انت عارف. اكيد لكن عمليه الجانب التخصصي وان انا بدي فقرات تخصصيه خاصه لصلاح محسن ووليد ازارو في ظل انت وجونيور اجايي، زي ما انت عارف الدكتور خالد محمود فرض برنامج تاهيلي لجونيور اجايي ضبطه في العضله الخلفيه. انا بقول لك ان صلاح محسن بيدخل في الصوره، صلاح محسن ان شاء الله بيدخل في الصوره العناصر برضه اللي تفيد النادي الاهلي الى جانب مجموعه اللاعبين الموجودين في النادي الاهلي. كان موجود ايضا لاعب الفريق الشباب مصطفى شوبير ومحمد عبد المنعم وصالح نصر. صالح نصر بيجري برنامج تاهيلي بعد عودته من الاصابه مع الفريق الاول في النادي الاهلي. محمد عبد المنعم شارك مع الفريق الشباب بفوزهم بالامس على نادي الزمالك. مصطفى شوبير كانوا موجودين النهارده يعني ممران خفيف جري حول الملعب. محمد عبد المنعم برضه الجهاز الفني بيديله اهتمام. كابتن سيد عبد الحفيظ كان موجود بالامس تابع اداء محمد عبد المنعم. من عبد المنعم من اللعيبه والمدافعين اللي يظهر في الصوره بمشيئه الله خلال الفتره القادمه. لعيب مميز هو يا فاروق، ده دايما عهدنا في النادي الاهلي ان قطاع الناشئين دايما بيكون هو المصدر اللي بيمد لعيب بيمد الفريق الاول للنادي الاهلي. محمود وحيد ايضا في البرنامج التاهيلي بيستمر في اداء البرنامج التاهيلي
أمير كان اشتكى من كدمة في القدم، بيجري جلسات في الجيم، فرضها الكابتن يعني الدكتور خالد محمود على محمود وحيد، ان شاء الله يكون موجود خلال الفتره القادمه. المران برضو عايز اقول لك ان العلاج في النادي الاهلي حاله يعني هي مش جديده علينا طبعا، حاله الروح واللي ما بين اللاعبين، يعني ما بين ان انت بيبقى عندك التركيز والجديه ولكن في نفس الوقت ارتفاع الروح المعنويه، ده امر مهم جدا. اللعيبه كلها مركزه، اللعيبه كلها عندها تركيز على احراز ثلاثه نقاط في مباراه مصر المقاصه، ثم سريعا هنقفل صفحه مصر المقاصه ونبدا نركز في باقي المشوار من الدوري ودوري ابطال افريقيا. انا معاك يا امير لو في اي استفسار، يعني برضو يعني قبل ما يعني ما نروح لاي استفسار ثاني، كان في بعض يعني الجلسات او بعض التعليمات والجلسات الخاصه مستر ريني فايلر مع لعيب النادي الاهلي محمود متولي، محمد مجدي قفشه، صلاح محسن زي ما قلت لك، احمد فتحي طبعا، وليد سليمان برضه جاري برضه الخفيف وحاله التركيز، ايضا كباتن النادي الاهلي وحسام عاشور، ويعني حسام عاشور حاله الروح والحب اللي ما بين لعيب النادي الاهلي مع حسام عاشور، تشوفها في التقسيمه، تشوفها مع من اللاعبين في المجموعات يا امير. لا يعني حسام عاشور بالنسبه للعيب النادي الاهلي قيمه كبيره. أكيد أكيد أكيد، وقيمته كمان بتبان، يعني مثلا صورة زي أو اللقطة اللي زي شفناها في مباراة بلاتينيوم مع سعد سمير، لقطة مهمة جدا وبتدل على مدى قيمة حسام عاشور يعني. بالظبط يا أمير، وأنا برضه عايز أقول لك يعني تطرقت لنقطة مهمة جدا يعني من خلالك ومن خلال قناة النادي الأهلي وكلنا وجمهور النادي الأهلي كلنا في ظهر سعد سمير. سعد واحد من اللعيبة اللي ما ننكرش دورها ومجهودها مع النادي الأهلي وقت ما النادي الأهلي دايما بيحتاجه، دايما بيكون موجود. اقول لحضرتك امير نقطه مهمه جدا، ان النادي الاهلي والجهاز الطبي يعني كافه الاتصالات بتجرى من اجل يعني اختيار مش طبيب لا خبير، اختيار احد الخبراء لاجراء الجراحه لسعد سمير خلال الايام القادمه. سعد سمير هيتوجه ان شاء الله بمشيئه الله هو هيسافر بكره، خلاص هو هيسافر بكره وجراحه بعد بكره باذن الله بالنسبه لسعد سمير، يعني ان شاء الله. احنا تواصلنا مع اللاعب طبعا قبل الحلقه وطمنا عليه بشكل كبير جدا. لكن يا فاروق عايز اسالك على شريف اكرامي وموقفه من مباراه المقص. لا يعني انا اقدر اقول برضه يا امير، لا شريف ما يعني لحد الان لم يحسم الامر، لكن النهارده انا شايف يعني شناوي موجود، علي لطفي موجود، الاثنين الحراس ايضا حمزه علاء ومصطفى شوبير، ولكن يعني بنسبه كبيره يا امير يعني موضوع ان شريف يكون موجود في اللقاء او لا لسه لم تحسم يا امير. لسه. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا يا فاروق، زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه